فتك العين نموت جوارا شرف يا حسين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين المعصومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. صلى الله عليك يا يا جده، فلئن أخرتني عنك الدهور. خلي قلبك مع الإمام صاحب العصر والزمان. إيه في هذه الليلة والليالي هاي الإمام في أشد حزنه طيلة العام. فلئن أخرتني عنك الدهور وعاقني عن نصرك مقدور، ولم أكن لمن ناصرك مناصرا. إيه ولمن نصب لك العداوة مناصبا، فلا أندبنك صباحا ومساء. تحب تكون سحو الإمام صاحب الزمان يا ما تحب؟ فلا أندبنك، لا تخجل ارفع صوتك. فلا أندبنك صباحا ومساء عليك يا بدل الدموع دما. يا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، كل مؤمن ومؤمنة يا غريب، يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم
فنفوز فوزا عظيما. إن كان عندك عبرة تجريها فانزل بأرض الطف كي نسقيها. إن كان عندك عبرة تجريها، أنت يا الموالي المؤمن، إن كان عندك عبرة تجريها فانزل بأرض الطف كي نسقيها. ليش يا شاعر؟ فعسى نبل بها مضاجع صفوة ما بلت الأكباد من جاريها. ولقد مررت على منازل عصمة ثقل النبوة، ثقل النبوة كان ألقي فيها. فبكيت حتى خلتها ستجيبني، يا ببكائها حزنا على أهلي. سمعني صوتك، بارك الله بيك. الزهراء تحب صوتك، تحب نياحتك. ياها وذكرت وقفت عقيلة حيدر، ياي مذهولة تصغي لصوت أخي. شو زينب يا تدعو لواعجا إلى من؟ العباس، إلى حامي. يا
تحب تسمع شي يقول الشاعر اي تتحمل يا والشمر يحدوها بسب ابي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهد. هناك قانون أو قاعدة يدرسه الطلاب في المدارس، ألا وهو أن لكل فعل رد فعل يساويه في القوة ويخالفه في الاتجاه. هذه قاعدة فيزيائية، ولكن هذه القاعدة لا تقتصر فقط على الماديات. فعل ورد فعل، وما يقولون باللغة الإنجليزية action and reaction. هذه القاعدة لا تقف فقط عند الماديات، وإنما في جميع زوايا الحياة، حيث أنه مهما كان هذا الفعل صغيرا من حيث التأثير، مهما كان هذا الفعل بسيطا يجب أن يكون له أثر. رد فعل، أحيانا بعض الأمور لا تأخذ منك ثواني أو ثانية أو ثانيتين، عمل بسيط صغير جدا، ولكن التأثير والنتيجة بعض الأوقات تكون وخيمة جدا وكبيرة. إذا واحد حمل السلاح والضغط على الزناد لا يكلفه نصف الثانية أو ثانية، ولكن بحملك لهذا السلاح والضغط على الزناد والرصاصة خرجت وين استقرت؟ في قلب الضحية. هذه العملية ما استغرقت يمكن 3 ثواني، ولكن النتيجة شنو؟ النتيجة إما أن يكون هنالك سجن مؤبد، وإما مشنقة الإعدام. صح يا موسى؟ فإذا لكل فعل رد فعل يساويه في القوة ويخالفه في الاتجاه. لا تظن بأنه أنت أو أنا نعمل عملا سوءا يرجع العقاب والحساب إلى شخص آخر، أبدا، يرجع إليك شخصيا. أنت تعمل، أنت تستلم الحساب والعقاب. حتى لو أراد أحد من الناس إجا وقال أنا أتبرع عن هذا الشخص، قتل واحد أنا أتبرع عنه، وأريد أتبرع أدخل إلى السجن المؤبد، قانون الأرض ما يقبل هذا الشيء. القوانين الأرضية لا تقبل، لا القوانين الأرضية ولا القوانين السماء، حيث يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولا تزر وازرة وزر أخرى. فإذن مهما كان الفعل صغيرا يجب أن يكون هنالك تأثير. تصور أن أحد من الناس يخالف مخالفة في قانون المرور، ويجي يقول أنا أتحمل عن هذا الإنسان نقص النقاط في دفتر السياقة، عادة ما يقبلون هذا الشيء، لأنه النتيجة، نتيجة هذا العمل اللي قام به وصار فيه 3 نقاط نقص يرجع فقط لشخصه. هذا قانون الأرض وكذلك قانون السماء. فإذا لكل عمل تعمله صغيرا كان أو كبيرا يجب أن يكون له تأثيرا ما.
يجب أن تكون له نتيجة. إن كان صح فصح، إن كان العمل خطأ فالنتيجة يجب أن تكون غلط. أحيانا واحد يجي يفتي فتوى ما أخذت مني يمكن لحظات، إما على كتاب على ورقة كلمتين أو بلسانه تفوه ببعض الكلمات وأفتى، وهذه الفتوى كانت خاطئة وسيئة. نتيجة هذه الفتوى أن أصبح هنالك استبداد وظلم واستكبار وإراقة دماء أبرياء. صحيح أنه ما أخذت منه وقت والعملية كانت صغيرة جدا أو صغيرة جدا، ولكن هو الذي يتحمل إراقة الدماء وأثر كل الذين تبعوا هذه الفتوى يوم القيامة. هنالك قضية أخرى، أن للعمل أثران، كل واحد يعمل فرد عمل بأثرين، أثر لدنياك أو أثر في دنياك وأثر في أخراك وفي آخرتك. فلنفترض أن واحد من الناس عاش وظلم ومات وما شاف شيء في هذه الدنيا، ما شاف عقاب، هل يمكن لهذا الإنسان أن يدرأ الموت عن نفسه؟ هل يمكنه أن يدرأ العقاب والعذاب في قبره؟ أخرجوا أنفسكم، الملائكة الغلاظ الشداد مو مثل الغلظة اللي تشوفوها في الدنيا، لا. أقرأ روايات البرزخ، الإنسان بعد لما يقرأ روايات البرزخ أصلا ما يقدر ينام الليل، الوارد عن أهل البيت سلامه، طبعا للكافر. أما المؤمن فهو يشتاق أن يذهب إلى هناك، لأنه النقطة الواصلة بينه وبين الجنة، لأن القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النيران. يحدث في التاريخ أنه أحد الناس عاش وظلم وملك وتجاوز وأراق الدماء ومات وكفن وشيع بأفضل تشيع، هل يمكن لهذا الإنسان يهرب من الملائكة الغلاظ؟ مستحيل. في الدنيا يأخذ عقابه وفي الآخرة له آثار. كل الذين ماتوا ثم رجعوا، هنالك أناس ماتوا ووصلوا إلى بوابة الموت الحقيقية، طبعا هذا ثابت علميا، أيضا هذا الشيء علميا وعمليا شايفين، وصلوا إلى بوابة الموت الحقيقية ولكنهم لم يموتوا. عرفتوا كيف؟ وصلوا إلى هذه البوابة، بوابة الموت، ولكنهم لم يموتوا. كان هناك في يوم من الأيام قبل كم سنة في أحد البلدان الإسلامية قبضوا على تاجر مخدرات وحكموا عليه بالإعدام، وضعوه على حبل المشنقة، أعدموه، بقي 12 دقيقة على حبل المشنقة، أنزلوه، أتاه الدكتور الطبيب الشرعي مثل ما يسموه وأصدر له وثيقة وفاة، أخذوه. المشرف على ثلاجة هذا الإنسان المعدوم يقول أنا جاي أحطه بالثلاجة حسيت أنه هذا أكو رطوبة على الجسم مو مثل باقي الناس، أكو رطوبة على البلاستيك اللي داخل حاطينه به. يقول تقدمت شفت هذا جاي يتنفس، هذا بعده يتنفس. يقول فأخبرت الطبيب وأتى وعولج وعوفي وخرج. وهناك الآن طبعا بحث كبير بين العلماء، هل أن الذي حكم عليه بالإعدام وعدم ولكن لم يموت وصل إلى بوابة الموت هل يجرى عليه الحد مرة ثانية أو لا؟ بحث كبير بين العلماء. فهؤلاء الذين وصلوا إلى بوابة الموت كلهم لو تسألهم راح يبقى أول شيء هيك يبدون وياك، يقول يا هذا لقد رأيت كل شريط أعمال حياتي من حين وضعتني أمي على الأرض إلى أن آخر لحظة صرت فيه ميت اللي وصلت بي إلى بوابة الموت. يقول شفته في خلال ثواني لحظات كل شفته. هو يسولف
التلفزيون طلعان كل الذين تلتقي بهم يشوفون. وايضا التقيت بشخصين، واحد منهم كان غرق كان في بحر وغرق هذا الانسان، وفي غرقه كانه مات، وصلوا اليه شافوا بعده يتنفس. يقول شفت، هو يتكلم يقول شفت كل شريط اعمالي امام عيني. اتكلم عن شغلات شخصيه اللي اتكلم وياكم، مو قصص. كل شريط حياتي واعمالي شفته امام عيني. كان جالس واحد بصفه في المجلس نفسه قال سيدنا ترى انا ما صارت وياه شيء. قال وقعد من مرتفع على الارض واغمي علي والناس ظنوا اني متت، واني في هاللحظات انا وجاي انزل من السماء على الارض او المرتفع شفت كل شريط اعمالي. كله شفته. على كل حال الكلام حول انه الله سبحانه وتعالى هذه او هذا العمل يحفظه في مكان ما. انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. النسخة الأصلية عندنا، الله يقول النسخة الاحتياطية أو النسخة الكوبي يمكن. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. كل شيء تعمله الله سبحانه وتعالى كتبه عليك. كل نفس، كل تجربة أن تسحب نفس، مو نفس، كل رمشة عين. الله سبحانه وتعالى في الآية اللي بدأنا شي يقول يوم تجد كل نفس ما في اللغة العربية يطلق على أقل الأشياء. أقل شنو يجي ببالك أنت؟ الذر؟ شنو هو؟ ما تطلق على هالشيء، على أقل الأشياء. ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. يوم نشوف العقاب والعذاب يقول يا ربي يا ريت ما شفتك. بعد هناك نفيت. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. تقدر تفلت الطائر، يعني عمل دفتر أعمالك، طائره في عنقه. بعد ماكو هناك لو تريد تفدي نفسك بأولادك ببنيك بأمك وأخيك بصاحبتك وبنيك، كل ما يفيد. إن كنت قد عملت عملا صحيحا فأنت في خير وعافية. إن كنت عملت عملا سيئا فأنت في عقاب الله سبحانه وتعالى. الكافر يوم القيامة شو يقول؟ يا ليتني شنو؟ يا ليتني كنت نباتا؟ يا ليتني كنت حيوانا؟ يا ليتني شنو؟ كنت حجرة؟ أو يا ليتني كنت مثلا إنسانا عادية؟ لا، يقول يا ليتني كنت ترابا. التراب أكو شيء أقل من التراب الأقدام تدوس عليه؟ هذا يوم القيامة لما نشوف عقاب رب العالمين يقول يا ريت شنو التراب أنا في الدنيا تدوس علي الناس وما خلقنا رب العالمين إنسان. لما نشوف العقاب، نعم هذا عقاب رب العالمين، وهذا كتاب رب العالمين الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. على كل حال الكلام حول العمل وما يعمله الإنسان. شوفوا الإنسان كل عمل يعمل أو يأتي به كما قلت إما يكون صحيح وإما يكون خطأ، والنتيجة لا تقبل التغيير. الصحيح يلحقك والخطأ أيضا يلحقك، لا يقبل التغيير. عادة بعض الأوقات تشوف بعض الناس بالخطأ خطأ يسوون فرد فعل، مسألة سيئة، يرتكب ارتكاب جريمة ولكن بالخطأ، ولكن هذا لأنه كان جاهلا
هل النتيجة راح تكون صح؟ لا أساسا لا يصح إلا الصحيح كما يقول أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. إذا أنت الآن جيت شربت سم بدون ما تعرف أن هذا سم، هل لأنه أنت بتعرف هذا السم ما راح يأثر بيك؟ ما راح يأثر بيك. الآن إذا الآن كان أكو في مجموعة من الأدوية على الطاولة وأنت بتدري هاي المجموعة الأدوية شنو هن وأنت مريض إجيت وأخذت من الأدوية جهلا وشفيت وعفيت، هل لأنه أنت متعرف هذا ما راح يأثر بيك؟ لا، لكل فعل رد فعل، كان صحيح الرد الفعل يكون صحيح ما يقبل غلط. هذا هو أو هذه هي القاعدة العامة في الحياة. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. يوم من الأيام كنت عند أحد العلماء كان يتحدث وياي وكان يقول شوف إذا أنت الآن عملت عمل وهذا العمل مثلا كتبت كتاب والكتاب بمادتك سرقته من أحد وهذا الكتاب بشرية جمعاء استفادوا من هذا الكتاب، قل لا تظن أنه راح تحصل هلقد حسنة من الكتاب، هلقد حسنة من الكتاب ما راح تحصل. قال هذا كله يرجع إلى حالته الطبيعية، صرفته من الكاتب الفلاني يرجع إلى كاتبه يوم القيامة، كل شيء يرجع إلى حالته الطبيعية. من أسماء يوم القيامة خافضة الرافعة. شو يعني خافضة الرافعة؟ يعني هذا المتكبر، هذا الجبار، هذا الظالم، هذا اللي كان يتلذذ بإراقة دماء المستضعفين يوم القيامة يكون في الانخفاض. شنو هذا؟ يساويه بالقوة ويخالفه بالاتجاه، اتجاه في الدنيا كان عالي، في الآخرة في الأرض، تحت الأرض، تحت الأقدام. كذلك المستضعف، هذا المستضعف المظلوم المجهول قدرا بين الناس يوم القيامة يكون مرتفع في مكان عالي. فالصحيح صحيح، احنا كلامنا في مجال رب العالمين، ما يهمني اذا الناس نسبوني اني صحيح واني اعرف انه اني خطأ. الانسان على نفسه بصيرة. لو الان حلفت 100,000 مرة على القرآن وبالأسماء المقدسة أنه يا بأني طيار، بس أنا في داخلي أعرف أنه أنا مو طيار، حتى لو الناس صدقوني، حتى لو صفقوني وراي يا طيار يا طيار يا طيار، مشت بيها يعني بين الناس مشت أنه الطيار محمد الله القزويني وأنا مو طيار، الله يعرف هذا الشيء. في يوم القيامة الله يقول لك تعال طيار، شنو تدرك حق كم واحد اكلت بهالطيار مالتك انت؟ كم واحد كان مستحق انه يصير طيار؟ انت بسببك كم واحد رجع لي ورا؟ خذوه فغلوه. يوم القيامة المتكبر هذا اللي دائما عنده حالة من الطغيان، شنو صفته؟ شنو الصفة مالته؟ الصفة مالته انه يابه أنا علي أن أعمل كل شيء، علي أن لا أعمل أي شيء وأعمل أي شيء، لا تكليف علي وأعمل أي شيء يخطر ببالي ولا حساب علي. هذا شغل المتكبر الظالم الطاغي. هذا يوم القيامة يجيبوه يقول لك تعال شنو؟ طبالك الدنيا هيتة مثلا على قولة العراقية، تقول الرواية أنه يحشرون كالذر. شنو الذر؟ تعرفون شنو الذر؟ مثل ما قلنا عنه، ذر أقل الأشياء فتدوسهم الناس يوم القيامة يمشون عليه. كل فعل رد فعل، يساويه في القوة أو تساويه في القوة أو يساويه في القوة ويخالفه في الاتجاه.
يدرسون عليهم في القيامة قبل العذاب النهائي قبل جهنم. لا، أنت في الدنيا كان الناس لازم يسجدوا لك ويركعوا لك، مولاي ملك جلالة الملك، بابا أنت قاتل، أنت أرقت دماء الأبرياء، أنت شنو شنو جلالة الملك شنو؟ أنت لا جلالة ولا شيء، أنت لازم يحطون اسمك الحقيقي عليك، قاتل. صح يا موسى إذا أنا قتلت الآن واحد لا سمح الله يعني عمدا، شنو يسموني؟ يسموني قاتل. شكل جلالة الملك يسموه جلالة الملك هو قاتل؟ على أساس؟ بأي دين وبأي قانون؟ أباؤهم يجر وأباؤنا لا يجر؟ مو مشكلة، لأن حساب وكتاب يوم القيامة. المستضعفون، الإمام الصادق يقول سلام الله عليه، المستضعفون الغرباء المؤمنون يزفون يوم القيامة في كتاب من الملائكة، كتاب يعني آلاف الملائكة مع شخص واحد، يزفون إلى الجنة في كتاب من الملائكة، وتسعى ويسعى نورهم بين أيديهم. الله الله الله، شكل جميل. شوف واحد من بعد يقول هذا حج فلان، نور منه هذا؟ هذا حج فلان المستضعف الفقير اللي كان تايه بين الناس ما حد يعرفه، صاحب الخيرات، عرفته ما عرفته فلاني؟ هناك يوم القيامة هذا جلالة الملك يصير ذر تحت أقدام الناس، أقدام المستضعفين اللي قتلهم وصلبهم على جذوع النخل، هو يصير تحت القدم، المستضعف يصير فوق، لكل فعل رد فعل يساويه في القوة ويخالفه بالاتجاه، المستضعف كان تحت صار فوق. القضية الأخرى أنه أنت إذا كانت دائما الأثر أو النتيجة تكون من قماشة العمل، كل الأنبياء أتوا إلينا وكل الكتب السمائية نزلت علينا لكي تبين بأنه من عمل عملا صالحا فله أجره، ومن يعمل مثقال ذرة ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لا بد منه، لا بد. السيارة إما في الدنيا وإما في الآخرة وإما في الاثنين، إما في فالأنبياء أتوا لكي يبينوا لنا أنه يا جماعة الخير العمل اللي جاي تعمله راح تكون نتيجة من قماشة العمل مو من غير شكل. مثال دائما أضربه، أنت إذا عندك عصير، أنت إذا عندك تفاح وعصرته مهما كانت نيتك سيئة ما راح تحصل إلا عصير التفاح، صح يا موسى؟ وإذا عصرت البصل كلما كانت نيتك حسنة، إيش قد نيتك حسنة ما راح تحصل إلا عصير البصل. لا يصح إلا الصحيح، هذه قاعدة. نحن الآن في مدرسة الحسين سلام الله عليه، في مدرسة أهل البيت، شنو جايين نسوي هنا احنا؟ احنا جايين على مود نلهم من قصصهم ونعتبر من قصصهم ونكون في قافلتهم، صح يا موسى؟ اروي لكم قصة وانهي، قصة مهمة ارجوكم تسمعوا بدقة، ممكن شوية تكون طويلة ولكن اسمعوا بدقة على مود تعرفون انه جزاء العمل إيش قد ما يكون صغير راح تحصله في الدنيا، له جزاء وفي الآخرة فيه آثار. احنا نذكر قصص الأنبياء وقصص الأولياء وقصص الصالحين، وعلى مود احنا ننقل صحائف أعمالهم إلينا أو ننقل صحائف أعمالنا إليهم، لا مو شكل، احنا نتكلم القصص لكي نعتبر، وكان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وللألباب اللب العقل، هذا اللي عنده عقل ولب مربوط بالله سبحانه وتعالى. احنا مثلا لما نذكر
ورب كل الأنبياء ورب كل الصالحين هو ربنا نفسه. ورب سلمان المحمدي الفارسي هو ربي ورب. رب أبا ذر اللي كان أساسا من قبيلة كانوا من قطاع الطريق في الربذة، يعني أساسا كان خطأ، ولكن رسول الله يقول وما أقلت الخضراء وما أضلت الخضراء وأقلت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر. الله أكبر. طبعا هذا بعد المعصوم ما دخله رب الله سبحانه وتعالى. باب التوبة مفتوح في أي وقت؟ مفتوح في أي وقت. سلمان منا أهل البيت رسول الله يقول. شلون سلمان صار منا أهل البيت؟ تدري عن شو سلمان منا أهل البيت؟ يعني يرى ما يروا، يسمع ما يسمعوا، باختلاف المقامات طبعا. منا يعني منا، من داخل البيت سلمان. رب سلمان ربي، رب الأنبياء والصالحين والأولياء طيلة العمر، من آدم وقبل آدم وقبل قبل قبل آدم إلى بعدنا وبعدنا وبعدنا وبعد بعدنا، ورب العالمين أزلي أبدي. فنحن لما نذكر قصص مو فقط على مود نذكر قصة، لا، فيه عبرة، نأخذ العبرة ونعمل به. هذه القصة يذكرها الشيخ المرحوم حجة الإسلام والمسلمين الشيخ أحمد الكافي الخطيب الكبير الإيراني باللغة الفارسية. القصة ينقلها عن ميرزا تقي الشيرازي، سامعين بي؟ صاحب ثورة التنباك في العراق. شيخ أحمد الكافي هو من أكبر خطباء إيران، كان في زمان شاه إيران شاه رضا شاه. هو ينقل يقول في أيام شبابي التقيت بميرزا تقي الشيرازي وأنا سامع شيخ أحمد بإذاني، طبعا في إحدى محاضراته القصة ذكره وأنا أنقله هنا إن شاء الله. يقول في زمان ميرزا تقي الشيرازي كان هنالك ثلاثة من التجار، اسمعوا جيد، ثلاثة من التجار أتوا إلى الميرزا تقي الشيرازي إلى العراق إلى مدينة سامراء. طيب يقول هذول كانوا جايين على مود جايبين وياهم أموال طائلة جدا، ذهب. ليش؟ على مود يرممون مراقد أهل البيت في العراق. أتوا عند السيد، وكان أيام الحج، يعني تعرف إنه في زمان يعني قديم، فما كان كلها سيارات لا طيارات، كانوا يحوم بالإبل والجمال وغير وسائل النقل. يقول أتوا عند السيد يعني في 3-4 أشهر، بعض الأوقات كانوا يروحون ويرجعون، بعض الأوقات كانوا يتيمون، معروف القصص معروفة. يقول أتوا عند السيد، وزمان ذاك الزمان ما كان أكو بنوك واحد يخلي فلوسه بي. أتوا عند السيد وقال له سيدنا إحنا أتينا إلى العراق ومعنا أموال طائلة جدا من المؤمنين مجمعي تبرعات لترميم مراقد أهل البيت في العراق، كربلاء، نجف، كاظمين، سامراء. فقال بس إحنا بدنا نروح للحج، يعني نصفي نياتنا ونمشي مع الله سبحانه وتعالى، نرجع عندك مرة ثانية، بس عندنا أموال هواية ويانا ما ندري ايش نسوي، حايرين. دلونا سألنا قالوا تروحون عند ميرزا تقي الشيرازي، نرجع الطائفة. هو بعد هو يعرف كل شيء. ميرزا تقي قال له أنا صراحة أموالي الشرعية من الأخماس والزكوات وغيره وغيره والجبايات أنا أحطها عند واحد اسمه حج جعفر، هذا أمين الصندوق عندي، وأنا يعني صراحة أمين صندوقي ولا أقبل بأي إنسان آخر، كل أموالي عندي. قالوا طيب احنا ما تبع كلامك انت مرجع الطائفة ناخذ بكلامك. جابوا الأموال، اجى حج جعفر، السيد قال له حج جعفر الأموال اخذها وحطها عندك، الجماعة يروحون للحج ويصيرون يرجعون من الحج تعطيهم اياها. قال سمعا وطاعة سيدنا. اخذ الأموال كتب، كل واحد كتب اسمه وكتب ايش قد مطيني حتى من باب الأمانة يعني. الجماعة راحوا للحج،
ذهبوا إلى الحاج 3-4 أشهر 5 أشهر رجعوا إلى العراق إلى سامراء، وإذا بحج جعفر مات ميت. في ربورطة راحوا عند السيد قالوا سيدنا شنو سمعنا حج جعفر ميت؟ قالوا إي والله انتقل إلى رحمة الله قبل شهر شهرين تقريبا. كانوا زين سيدنا احنا حطينا عنده أموال طائلة ذهب، هذا أموال احنا ما وجهنا فيه، هذا يعني منو راح يصدقنا انه احنا رحنا ضيعنا مثلا هذا ثلاثة نوي بعض نضيع ما يصير. قال شو نسوي سيدنا؟ قال والله ما ادري. قال صيحوا لأولاد حج جعفر، جابوا أولاد حج جعفر فلان 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 هذول كان عندهم أموال يم أبوكم، كان عندهم أموال يم أبوكم، أبوكم عادة شو يسوي بالأموال؟ وين يحطهم؟ شو يسجل؟ بيا دفتر؟ جابوا دفاتر أبوه، دفاتر الأمانة، دوروا لقوا الفلاني قديما كان يحفرون بالقاع، ما ادري اللاحقين الكبار في السن يمكن لاحقين عليه، كانوا يدفنون بالقاع يخلون فيه الفلوس، يعني ما كان عنده صناديق شو يسموها شناكو، اما يم الشجره اما بالبستان اما بالحائط يسموه وديع، يودعون الفلوس او المال بالارض. كتب شاف انه فلاني بالبستان بستاني في الجهه الفلانيه فلوسه كان احفر شيله، راحوا هناك بالفعل الفلاني وفلوسه عنده نفس اخر. الثاني في المكان الفلاني في الزاويه الفلانيه في الحائط الفلاني روح شيله مالتك كاتب. الثالث كل ما يدورون ماكو، يا بوانا حج فلان ماكو، وهذا حج فلان كان عنده اكبر كميه من الاموال، اكبر كميه من الاموال كانت لهذا الانسان، كل ما يدورون ما يلاقوا. يابا حش مولانا سيدنا ترى انا شو اسوي؟ انسان فقير تاجر انا اروح هناك يعني اهلي فلوسي دمارك هذا شو من يصدقني يعني؟ قال والله ما ادري. السيد ميرزا تخي الشيرازي بعظمته اللي ينقلون عنه كان ياتون اليه اصحاب السفارات الدول الاجنبيه كان يطردهم ما يلتقي بهم يطردهم بريطانيا فرنسا ما ادري تركيا ما ادري امريكا كل كان يجون عند السيد والسيد يرفض الدخول عليه اطلع صاحب ثور التنباك دمرهم. قال سيدنا والله يا حجي ما ادري شو اسوي، ما ادري شو مسوي بي هذا حجي. قال اني ما ادري تعطيني فتحة يعني انت سيدنا يعني انت مرجع ما ادري ساعدني انت بالفلوس. قال انا صراحه هالمبلغ اللي انت جايبه الان ما عندي. قال تنتظر في كم شهر؟ قال سيدنا شلون انتظر ما احنا جايين كل وقتنا محصور. قال ما ادري. قال زين اعطيك فد عمل، العلماء عندهم اسرار. قال اعطيك فرد دعاء او ايات معينات ورد تروح الى النجف ليله الجمعه تزور امير المؤمنين سلام الله عليه، تخرج من القبر تخرج من الحرم المقدس تروح على قبر حج جعفر هو في النجف مدفون او كان في سامراء مدفون يمكن في النجف كان مدفون نعم، تروح على قبر حج جعفر وتقرا الايات وتحط راسك وتنام على قبره راح ياتيك في المنام ويقول لك شنو الموت يصير. راح ذهب الى النجف من سامراء راح النجف، راح زياره امير المؤمنين سلام الله عليه، خرج اجى عند قبر حج جعفر يقري يصلي يقرا الاواد يغسل قبره الى ان غفى على قبر حج جعفر. طبعا للعلم والاطلاع ارواح المؤمنين لو أنا دفنت على المريخ مو في كندا، لو دفنت في المريخ روحي سوف تنتقل إلى وادي السلام فهي وادي أرواح المؤمنين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووادي أرواح الكافرين هي وادي برهوت في اليمن موجود يعني مو شيء غريب، تروح هناك الآن في جوجل اكتب وادي برهوت يطلع لك قبل كم شفته. حج جعفر غفى عفوا الحجي هذا التاجر غفى على قبر حج جعفر، نام 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 صار الصبح كل شيء ما شاف. دخل شك في قلبه تجاه السيد، هذا السيد كلاوات مثل ما سهواي من الناس يقولون هذا السيد كلاوات، ولكن مو كل شيء كلاوات،
لا، أكو بعض الأسرار أنت متفتهمه، ما عندك قابلية على متفتهم هذا الشيء. راح للسيد قال سيدنا، رجع لسامرة، سيدنا أنا قرأت الأدعية وأكثر وقرأت قرآن، نمت وما أجاني. السيد شو سوى؟ قال حج جعفر مرهوم. شو يعني مرهوم؟ حج جعفر مبتلى. الله أكبر، حج جعفر الأمين الطاهر المؤمن. اسمع اسمع، اللي يذب الكلمة مالته وما يحسب الحساب، يدمر البيوت، يدمر العائلات، غيبة، تهمة، نميمة، دجل، كذب. انت شوف حاج جعفر شنو كان مسوي اللي هيك يقول هذا السيد، وشوف احنا شلون عايشين، بأية حالة عايشين احنا. قال اخ 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 حاج جعفر مرهون ومبتلى. قال شنو يعني؟ قال روحه ما موجود في وادي السلام مع ارواح المؤمنين. عجيب. قال واوي لا واوي لا، وينه؟ قال اذا اعطيك عمل تسويه. قال لي انا راح اتخبل، انا اعطيني فرد عمل خلاص اشوف دربه يعني، او اتش الدربه مثل ما يقولون. يقول تذهب الى وادي برهوت. ترى والله مو قصه خيالي جاك اتكلم وياكم، انا كلام من فمي مرجع، من فمي رجل دين كبير. يقول تذهب الى وادي برهوت في اليمن، تروح هناك تقرا الايات اللي جاي اقول لك اياها وشوف شو يصير. اخذ وياك هذا الشيخ حتى يكون وياك مساعد في الطريق. اخذ الشيخ وياه، راحوا الى وادي برهوت. سامعين وادي برهوت يا ما سامعين فيه؟ ما سامعين فيه على كل حال. وادي برهوت معروفه الوادي. راحوا إلى اليمن إلى وادي برهوت، وقف هذا الحجي التاجر، وقف شو يسوي؟ وقف يقرأ، وهذا الشيخ بصف واقف. يقول بمجرد هذا الحجي يسولف، يقول بمجرد ما بدأت أقرأ آيات اللي أعطاني إياها السيد، وإذا بالغطاء ينكشف عن عيني، وأرى الصحراء، كل الصحراء نيران، تنانير، تنور، شلون تنور خبز؟ تنانير من الأرض إلى السماء، عمود من النار، وفيه ناس يصعدون وينزلون ويحترقون وينزلون. يقول وإذا بملكين كلهم قبح، كلهم نتن، نتونة، أتوا وجايبين وياهم واحد، ذبوه الشكل، قالوا هذا حاج جعفر. قل شفت حاج جعفر جاي يحترق، جاي حالته حالة، شنو حجي ليش هنا انت؟ مو انت مؤمن متقي امين؟ شنو؟ قال اي والله انا شرت مؤمن شرت متقي، مثل ما تقول انت. سلم لي على السيد، ارجع للسيد، ترى فلوسك انت نسيت اكتب بالورقه. ذاك اليوم صار عندي اتصال، ما ادري جاني واحد نسيت بس اكتب اسمك، فلوسك في المكان الفلاني، في المكان الفلاني، تروح شيل فلوسك، ولكن قول للسيد فليأخذ للأمان من جاري القصاب. وإذا بالملكين سحبوه مرة ثانية، دخلوا بلت النور. يقول هذا في مرة الغطاء انكشف عنه، قال الشيخ امشي اركض. قال ماكو شنو؟ قال امشي اركض أقول لك. هذه العملية تصير مرعبة يعني، أنت الآن وكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد. شنو حديد يعني؟ هذا الحديد يعني قصده لا حديد يعني تشوف الماشي، تشوفه، تشوف الشيطان، تشوف الملائكة، تشوف الحسين سلام الله عليه، تشوف رسول الله إن شاء الله في القبر وعند الموت. شاف هذا، انكشف عن الغطاء ورجعه مرة ثانية، هي عين نفسها ما راح يصير شيء ثاني، ولكن الله حاط عليه غطاء مو مادي، معنوي. يقول امشي الروح. رجعوا إلى سامراء، نقل القصة إلى الميرزا تقي الشيرازي. قال واوي لا أخي يا حجي جعفر شو مسوي؟ قال جيبوا لي أولاده. جابوا أولاده. أعتذر طولت عليكم، ولكن إن شاء الله تستفيدوا من القصة. جابوا أولاده، قالوا له يا بنت عندكم جار قصاب؟ ابن الكبير فكر، جار قصاب احنا ما سامع بجار قصاب. واحد من أولاده تذكر، قال إيه إحنا لما كنا صغار قبل 30-40 سنة كان عندنا جار بصبتنا قصاب، كان هذا. قال جيبوا لي. قال لا لا تجيبوا لي، قال روحوا عنده. هذا السيد اللي ما كان يقبل السفارات والسفراء يجون عنده، قال روحوا عنده خبروا انه السيد ميرزا تقي الشيرازي راح يجي يمك ببيتك تزورك.
راحوا عنده دوروا أنا لقاه. لقوا هذا الإنسان. راحوا عنده قالوا السيد راح يجي يمك. سيد ميرزا تقي شيرازي راح يجي يمك. مرجع الطائف لبيتك بده يجي. هذا ما صدق. شنو هاني شنو ميرزا تقي شيرازي وين أنا وين هذا شي يرد مني السيد. يقول ما صدق. أخذ بيته كان بيت يعني متواضع. قال يرتب بيته يرش الماء يسوي أكل فواكه حلويات. وإذا بالسيد أتى إلى باب حج جعفر عفوا إلى باب هذا القصار. وصل عند الباب دق الباب فتح الباب القصار شاف السيد وقع على رجل السيد. سيدنا مولانا شلونكم شلون صحتكم زادت البركة. قال له السيد قل قال له اسمع قال لي أني بداخل بيتك ما راح أطوف أو تعفو عن حج جعفر حتى أدخل بيتك. قال ما راح أعفو عنه بكل بساطة ما راح أعفو عنه. قال عجيب شنو هذا ما راح تعفو عنه أنت شنو مسوي لك حج جعفر. قال لي سيدنا أحكي لك الكلام هنا أنا من الباب يا تتفضل داخل. شافوا لا صار زحمة صارت هوزة الناس قاموا يجون. قال يلا تدخل داخل. دخل داخل قعد. قال سيدنا أحكي لك القصة فليسمعوا من يريد أن يسمع. اسمع. قال سيدنا أنا كنت قصاب كان عندي صديق يجيني من الموصل عنده خرفان أجلكم الله قطيع من الغنم هو قصاب في سامراء. فقال هذا كل مدة ومدة كان يجيب لي أغنام صوف ما غير إلى ذلك. يقول يوم من الأيام هذا راعي الغنم اللي كان من الموصل عرف إنه هذا القصاب عنده بنت. فقال أنا صراحة هالمرة جاي عندك أول شوفوا هاي الأغنام مالتك وجاي أطلب إيد بنتك لابني. قال له زين خير إن شاء الله أنا ما عندي مشكلة بس تعرف عادات نسأل الأم نسأل البنت هي شنو تقول وأنا ردي الخبر. قال له مو مشكلة بنتظر من الخبر. صلى على محمد وعلى آله. راح الراعي رجع للموسم شهر شهرين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. هذا الحجي القصاب وراه أربع خمس أيام دزد رسالة إنه يا فلان السلام عليكم أريد هلقد مثلا روس أغنام أو في موضوع بنتي فنحن لا مانع لدينا فأهلا وسهلا بكم إذا شو وقت بتحبون تجون أهلا وسهلا. دز الرسالة وصلت سنت. هذا سنة سنتين ثلاثة أربعة مرة يعني قضى الوقت في مدة طويلة. يوم من الأيام بالصدفة هو هذا الراعي كان مار في سامراء. قال خلي أمر عليه أسلم على صاحبنا القصاب. راح عنده قال السلام عليكم. عليكم السلام. شافوا على المين يلتقي هاي وين انت مو قلت تريد بنتي لابنك. قال لي شنو القضية صار لك مدة طويلة انا دزيت لك رسالة انه قبلت. قال ايه رسالتك وصلت بس انا صراحة خجلت. شنو يعني خجلت؟ قالت خلاص اسولف لك القصة. قال انا لما اجت طلبت ايد بنتك اول مرة انا اخو ما اعرفك اعرفك صديقي بنتك اخو ما اعرفها لازم اجي اسأل عنها اذا اخذها فاختاروا اللي نطفكم فان العرق دساس كما يقول رسول الله. يقول انا اجيت خفية عنك بدون ما انت تعرف اجيت الى سامراء. اجيت وين سألت وين بيتها هذا حج القصاب وين صاير. قالوا هناك راح تم البيت المن اسأل ما ادري. سألت من هنا أنا اكثر تقوى وزهد وايمان معروف بهذا الشيء يعني شمائل الايمان علي. دلوني على صاحبك جارك اسمه حج جعفر. قال اخ 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 حج جعفر. قال زين. قال رحت يم الحج جعفر لا اله الا الله رحت عند الحج جعفر
قلت له حجينا انا صراحه دزوني عليك وانا جاي هنا على مود اخطب بنت هذا صاحبي لابني وانا ما اعرفهم، يعني نسوانا مو يعني عم يشوفون بنتها، يعني انتم شو رايكم نسوانكم شو يقولون عنها؟ حجي جعفر قال ما ادري. بس انت تارة تقول ما ادري، يعني ما ادري، تارة تقول ما ادري، تحرك راسك امبي، شنو يصير فيك هنا؟ يصير عندك انه الشيء حتى اللي يكون زين يصير شين. يقول صراحة حج جعفر لما قال هالشكل انا صار في قلبي شيء، شدت نفسي قلت هذا يمكن بنتهم فيها مشكلة. صراحة خجلت بعد حتى اقول لك الموضوع، رجعت قال تعال هنا نشوفك بنت هنا بعدها بالبيت منتظرك، منتظرة بنت ابنك، لا تزوجت ولا شيء. قال السيد، قال سيدنا حجي جعفر قال هالموضوع، بنتي الان عانسه بالبيت قاعده، عمرها 50 سنه، في وقتها كان عمرها 20 او 19 سنه. ما اخبر للحجي جعفر هذا، انتبه، ما ادري. حجي جعفر على فكره، حجي جعفر ما كان يريد يتسوق، قال ما ادري على مود يفرغ ذمته امام الله سبحانه وتعالى، لانه كان يريد ياخذ ابن لبنت الحد القصاب على مود يدفع هذا الانسان على هذا. بس لا حجي جعفر اخذ بنته ولا هو هذا جا اخذ بنته. قال شلون 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 تريد اغفر له؟ بنتي عانسه، بنت جميله، بعد ما حد ياخذها. قال لا اله الا الله السيد. قال لي، قال للتاجر كان وياه، قال يا تاجر سمعته يا حجي ما سمعته؟ قال لي والله خلصها للحجي. شنو هالسالفه؟ شنو هالورطه هاي؟ قال له السيد، قال للقصاب، قال روح قول لبنتك جايين خطابه. شوف هنا دور رجل الدين، يعرف المصلحه وين صايره، يعرف يرتب الامور المخربطه لانه شغله. قال روح قول لبنتك جايين خطابه. تاجر من التجار الكبار اللي يخطب ايدك، تقبلين يا ما تقبلين؟ على مود نجري العقد. راح داخل، البنت قبلت وتزوج هذا الحجي التاجر مع البنت العانس او العانسه. بعد ايام واحد يقول الشيخ، شيخ احمد الكافي يسولف، يقول واحد ما يعرف لا بالقصه ولا سامع فيها اساسا، يقول اجي عند السيد ميرزا تقي الشيرازي، قال له انه سيدنا اليوم انا شفت حلم عجيب. شنو هو الحلم؟ قال شفت حج جعفر صاحبنا هذا اللي كان يمنا في ثياب بيض جميله، ويقول تشكر لي من السيد، لقد خلصت من العذاب. انتهى. صلوا على محمد وآل محمد. صلوا على محمد وآل محمد. اثر كلمه ما ادري، تتخيل شنو يعني الحساب؟ شنو راح يكون رد وفعل هذا العمل اللي جالس تسويه انت؟ شنو رد وفعل الغيبه اللي تسويه انت؟ لو احكي لك عن الغيبه، انا 10 ايام متواصله ما تنتهي، ما تنتهي. هالنميمه اللي تسووه مو انتم طبعا، الناس اللي ما عندهم دين وايمان ولا ذمه ولا ضمير، النميمه اللي يشيل الكلام من هذا المكان يودي المكان الثاني. تدري هذا كم مكان، كم دوله، كم من البشر يقتل هذا، كم من البيوت تهدم؟ انت ما خايف على مستقبلك؟ مستقبل مو هنا، بوي مستقبل هناك فوق، المستقبل هناك، حيث لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. مو هنا بوي، هناك كويس. الله يقول ولا تنس نصيبك من الدنيا. تدري عن شو نصيبك؟ شايف انت بعض الاوقات لما تسافر تطلع من باب بيتك تتذكر من فرشات الاسنان ما شالوا وياك، شلتها او ما شلتها ما راح عملك يوقف. يعني الله يقول ولا تنس نصيب، يعني اكو فرد نصيب اخذه، بس مو تبني حياتك على هالمكان، انت تبني امالك على دمار بيوت البشر. حج جعفر قال ما ادري وكانت نيته حسنه، بقي في نار جهنم في البرزخ. حج جعفر المتقي والجسم والجسم، فكيف بنا؟ فعلينا ان نعلم انه الصحيح والعمل الصحيح يرجع اليك.
نتيجته ترجع إليك، والعمل السيء لا يرجع إلا إليك. قانون أرضي وسماوي، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. الليلة ليلة العليلة. ما أدري سامعين بقصة القارورة ما سامعين فيه؟ القصة صغيرة سألفكم، لأنه صراحة جاء أشوف ما سامعين، هو من الناس ما سامعين القصة، القصة جدا مشهورة، قصة أم سلمة وقارورة تراب تربة الحسين سلام الله عليه. يوم من الأيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلوا على محمد وآله. الله صلى الله عليه وآله. كان جالسا في دار أم سلمة وإذا بجبرائيل عليه السلام، خفف للضوء شوية أبو جاسم، وإذا بجبرائيل عليه السلام ينزل على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ويخبره بأن ولدك الحسين مقتول مخذول في كربلاء، فيضرب بجناحه جبرائيل، ولا تتعجب لما أقول لك هو في المدينة ويضرب بجناحه في كربلاء، يعني هو في مكان ويضرب بجناح، هذا مو شيء، لأنه جبرائيل مو مثل ما أنا أتخيل. أنت تتخيل أنه رسول الله مرتين شاف جبرائيل على هيئته الحقيقية، لديه ألف ألف جناح، ورواية طويلة. على كل حال ضرب بجناحه في كربلاء فأخذ قبضة من تراب مقتل الحسين سلام الله عليه وأعطاها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال هذا تربة ولدك الحسين حيث يقتل في كربلاء. قل أخذه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضعه في قارورة. القارورة بالعراق يعني بطل، هذا البطل بطل القزاز قارورة. وقال لأم سلمة وأعطاها لأم سلمة، قال يا أم سلمة سوف ترين الحسين من بعدي، فإذا انقلب هذا التراب إلى دم عبيد فاعلمي بأن ولدي الحسين قد قتل في كربلاء. هاي قصة القارورة. إذا انقلب التراب إلى دم عبيد فاعلمي بأن ولدي الحسين قد قتل في كربلاء. فاطمة العليلة وين كانت؟ فاطمة العليلة كانت عند أم سلمة في المدينة. عندما أراد الحسين الخروج من المدينة، هذه البنت الطاهرة التي هي كانت شبيهة للزهراء سلام الله عليها، فاطمة الزهراء، كانت عليلة مريضة، كانت فيها علة، تركها الحسين عند أم سلمة لأنه تدري المريض في الطريق راح يتعب، طريق طويل فيها مشقة 1700 كيلومتر أقل أكثر، طريق بار يمكن تموتين، يا بابا أنت يمكن تموتين تجين وياي، أبقي هنا يا أم سلمة، أنا أدزلش مراسيل كل ما يصير ويانا مستجدات، أدز عمك العباس هنا يشوفك شنو تحتاجين. قالت لا يا بابا أخذني وياك، أخذني وياك لا تعفني في المدينة ما أقدر. يقول الحسين سلام الله عليه عندما أراد أن يخرج من البيت أو من يقصد خارج المدينة أخذ ينادي يا أم كلثوم يا زينب يا رباب يا رمل يا ليلى فلموا وأحملوا أمتعتكم أيا بنا للرحيل إلى كربلاء. وهنا العليلة تسمع صوت الحسين، عجيب أبوي ما جاب اسمي هذي، ذهبت إلى داخل غرفتها وإذا بالحسين ينادي أخي زينب إلي إلي، تعالي زينب شوفي هاي فاطمة العليلة شبيها، تعالي ندخل عليها بدون متحسية. دخلوا إلى الغرفة وإذا بالعليلة
جالس أمام ملابسنا وهي تجعل الملابس داخل بقشة للسفر، وإذا بها برسال الحال تقول بعد ساعة ويشيلون بضعنا. يا بعد ساعة بعد ساعة يشيلون بضعنا. الحسين اسمعها، يا حسين ليش أنا غريب عنكم متاخذوني وياكم؟ يا بعد ساعة بعد ساعة ويشيلون بضعنا، صدره المبارك المقدس. بني فاطمة كسرتي قلبي وزدتيني هما فوق همي. بني ابقي هنا هنا اريح ليج، عندي بيتش هنا عند جدتك يا ام سلمة، ان شاء الله نروح ونرجع. وكأني بالحزين يتهيأ للخروج، واذا يا بالعلي تنادي ابو ياخذوني وياكم اسرج الخيل. شلون يا انتي يا بنتي، انتي ابنة رسول الله، ابنة فاطمة الزهراء، شلون تسرجين الخيل يا بنتي؟ بويا الحسين يخرج هو والقافلة ومعه النساء والأطفال والرضعان والأصحاب والإخوة والأخوات، وإذا بفاطمة العليلة عند الباب تنظر إليهم والقافلة تبتعد عن البيت، وإذا بها بأعلى صوتها تنادي يا هي ايش صاحت جاسي ابوها يا الشايلين بكل حربكم يا ومتركين بيوت اهلكم، بويا بويا واخذونا يا بويا خادم لكم. اخذوني يا ابويا خادم لكم، وان كان ماكم جانتكم يا امشي ورا جرت ملكم، يا امشي ورا جرت ملكم.
علينا بقيت وحيدة، فريدة تنتظر خبر من أبوها من عمها من أخوها علي الأكبر من القاسم كما وعدها أبيها. ماكو خبر، ما وصل أي خبر منها، منهم شهر شهرين عجيب. وإذا بها بلسان الحال تسمع بأن العائلة رجعت إلى المدينة، وإذا بها تنادي وتخاطب، بويا سمعت ردوا أهلها وزالم، وفرشت بيت أبوها وبيت عمها، وقعدت تنتظر جاية زلم، جابت مهد أخوها قلب لحنين. تعدل بالمهد يا مهد، هذا يا عبد الله الرضيع، تعدل بالمهد والعين بالباب، وتتنطر ترد جمعة الغياب، يرد حسين أبوها وكل الأصحاب، وعمتها الحزينة أخت لحسين. اللي ما بشى الآن راح أبكي، راح أمرد لقلبك الآن على زينب سلام الله عليها. أهيبها الحال زينب سلام الله عليها، العليلة ما عرف الزينب، تقلها يا حرة منتمين. تقلها يا حرة انت منين، بشت زينب بشت زينب وقالت يا عيوني فاطمة ما عرفتيني حبيبتي، بجد زينب وقالت يا عيوني شو كلكم بعد ما تعرفوني. واختم ان شاء الله، واريد كلكم تجاوبوني هاي الابيات ان شاء الله، الخطاب من زينب للحسين، ابيات الختام، واسالكم الدعاء. الشعر معروف كلكم سامعين ان شاء الله. ما لي غيرك، اللي حافظه خلي يردد ما يسكت، لا تخجل، الزهرات تسمعك والزهرات تحب تسمع صوتك، تحب نياحتك، تحب بكائك، تحب نياحتك على ولدها المذبوح الحسين. ما لي غيرك يا حبيب أم الزكية، ما لي غيرك يا الجنيت خيمة علي، ما لي غيرك يا الجنيت. ما لي غيرك يا حسين يا حبيب أم الزكية،
بنيت خيمة علي يا نور عيوني ما لي غيرك يا الجنيت خيمة علي ما لي غيرك زينب تقول يا دمي هذه الدموع الجارية